ذكرت مصادر سورية أن آلية تابعة للجيش السوري ترافقها الشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى جيب في مدينة درعا كان تحت سيطرة المعارضة لسنوات بهدف رفع علم الدولة، فيما تستعد القوات السورية لاستعادة المنطقة. ونصبت رافعات من مجلس بلدية درعا الذي تديره الدولة سارية العلم قرب المسجد الذي خرجت منه الاحتجاجات الكبرى قبل 7 أعوام. رفرف العلم السوري فوق مبنى مجلس مدينة طفص شمال غرب مدينة درعا بنحو 13 كيلومترا، وذلك بعد انضمامها إلى المصالحة وانتشار وحدات من الجيش السوري فيها. دخل ريف درعا الغربي بترحيب كبير من الأهالي وتسليم المسلحين أسلحتهم. استهدافنا لمواقع جبهة النصرة هو اللي خلى أكثر شيء أن بقية الفصائل الإرهابية تخضع للمصالحة، وتم دمى مصالحة أعداد كبيرة من المسلحين وعودتهم إلى حضن الوطن لتسليم سلاح معيداتهم. وتأتي سيطرة الحكومة السورية على مدينة درعا ومساحات واسعة من ريفها بعد عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش السوري في 15 من حزيران يونيو الماضي، بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عملية مصالحة انضمت إليها معظم البلدات. وشهدت قرى وبلدات ريف درعا خلال الأيام القليلة الماضية عودة المئات من الأسر واحتفالات شعبية ترحيبا بالجيش السوري بالتوازي مع انضمام عدد منها إلى المصالحات المحلية. كما شهدت مدينتا داع وأبطاء اليوم عودة مئات الأسر لممارسة حياتها الطبيعية بعد تطهير وحدات الجيش الطريق الواصلة بين داعل وطفص وتأمينها من داعش. تزامن ذلك مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على قرية تتواجد فيها فصائل معارضة دخلت في تسوية مع قوات الجيش السوري جنوب سوريا بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل حوالي 30 مقاتلا، فيما أبرمت روسيا وفصائل المعارضة في درعا اتفاقا لوقف إطلاق النار ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، ما يتيح استعادة محافظة درعا بكاملها.